معانا حاجة سعاد حبيبتي مجنناني مجنناني مش بتستعمل أي حاجة. دكتورة رانيا اللي قلت أقول لكم عليها نفذوه، ربنا يبارك لها يا رب. رجعتني للحق الماجي تاني وعيالي حبيبتي. احنا جارة المخ ما كانتش بتمشي خالص يا جماعه، كانت جايه لنا بيها ولا بتفتح ولا بتقفل. نعم انا فيديو من الفتحه والقفل. اقفلي كده عليا تاني، افتحي افتحي. بصوا احنا عملنا لها الجلسه دي يا جماعه دلوقتي، اقفلي اقفلي افتحي. زي ما اجيب لك حاجه تمسكيها تمسكيها. يلا امسكي نفسك. شايفين يا جماعه الحمد لله الحمد لله. طب بقى المفاجاه الاحلى من كده، شفتوا انا شديتهم ازاي بس كويس. احنا كانت الايد دي ملهاش اي وظيفه. بصوا يا جماعه الصباع ده كان باتني خالص خالص خالص. عملنا لها حقن عيوني بجهاز امريكي، مش هزود مش هزود، بتقولي ما تزودي مش هزود. بصوا يا جماعه بعد الجلسه دي الجهاز ده جاي من الاتحاد الاوروبي، بيعمل نوع معين من التلبيه الكهربائي. الصباع فرق خالص، الصباع فرق خالص، وهي مش هتصوت وهتبقى شاطره وتسمع الكلام. تسمع الكلام. يلا قومي شوفي صباعك. قومي. شفته. ايه رايك؟ ربنا يبارك لنا. كنت متخيله صباعك هيفرق كده؟ فاكره اول اسبوع كانت جت كانت خايفه مني في الارض، كانت وكانت خايفه بتقولي انا مش هجيب نتيجه. احنا بقينا خلصنا 3 اسابيع ما شاء الله، وصلنا ان احنا وقوف ومشي وطلوع وسلم ونزول سلم وصباعها فرق خالص. احنا شغالين الجلسه على فكره واحنا بنكلمكم، وطلوع ونزول سلم وايديها بتفتح وتقفل وتمسك. كان الوضع يا جماعه مستحيل، يعني كان وضعها صعب جدا. انا هشيل الجهاز عشان عايزه اوريها لكم بقى، لايك بنفسي لحد بره عشان نوري الناس بقى ونمشي مع، عشان نعمل لك فيديو حلو كامل كده على بعض. خلاص يلا نقوم سوا لو انت. يلا حبيبي. انا بقى اتفاجئت انها بتمشي النهارده، انا كنت عامله دعامة عشان تمشي بيها. النهارده اتفاجئت لقيتها ماشيه، بدانا ما شاء الله من غير استخدام كمان الدعامة بتمشي لوحدها. يلا قومي اقعدي. كل ده ما كانش موجود يا جماعه، ما كانتش بتعرف تقعد لوحدها. يلا وهنزلها كمان على السرير قدامكم الجهاز. يلا احنا هنعمل كل حاجه كده لايف عشان تشوفوا. دي كانت اخر جلسه في الكورس الاولاني في ال3 اسابيع. عايزه ده عشان انا مش عايزه امسكك. يلا هوريكم بقى وهي ماشيه. شايفين يا جماعة؟ عايزين نطلع لحد بره ونوصل للسلم. تمام؟ يلا. معانا احنا بنصور فيديو، خلي بالك. بنصور الحاجة سعاد لايف. أنا سايباها أهو خالص. هي ماشية لوحدها. ماشية لوحدها ما شاء الله، ما كناش بنمشي خالص 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 خالص. عايزة أقول لك إن صباعها اتفرد خالص كمان. إن شاء الله. إحنا لسه بقى هنوريكم طلوع ونزول السلم. تعالى يا عبد الله معانا. شايفين؟ ما شاء الله. ما شاء شايفة؟ يا وليد. يا وليد تكاين اوت ازاي؟ دي حالة جلطة مخ؟ عدت لي
الشعر النصفي. احنا طبعا ما شاء الله كان زمان مفيش حركه في الايد زي ما وريناكم في اول الفيديو، بتمسك وسيب مسكت وثابت وفتح الايد عملنا لها جلسه عليه بالجهاز الاتحاد الاوروبي، عملنا لها حقن ايدي بجهاز امريكي، فكنا البوسات اللي كانت موجوده وعلمناها المشي، ما كانتش بتمشي خالص، علمناها المشي وعلمناها طلوع ونزول السلم. لوحدها زي ما انتم شايفين. يلا خليها تطلع بقى. دي حالة جلطة مخ وشلل نصفي. ما شاء الله وصلنا بعد 3 أسابيع للمرحلة اللي احنا شايفينها دي. شايفين يا جماعة الطلوع؟ شايفين الشطارة؟ جلطة مخ وشلل نصفي ما بقتش بتمشي خالص. احنا طبعا ايه؟ احنا بنمشي ونقف ونتحرك لوحدنا، لا سيبي سيبها هي تمشي لوحدها. انت ايه رايك بقى؟ ابتدي يبارك لنا في الشيء ده. مبسوطه بجد؟ مبسوطه قوي. مبسوطه عايزه اعيط. انا والله بجد كنت نايمه على طول في السرير. دلوقتي بقيت اقف بعيني. الحمد لله على سلامتك. مبسوطه؟